المسؤوليات الحكومية في غالب الأحيان تبعد أصحابها عن اهتماماتهم الثقافية والفنية والأدبية، وقلما يوجد مسؤول يستطيع العدل بينها. الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير مكة المكرمة اتخذه معرض الشارقة الدولي للكتاب شخصية ثقافية للمعرض في دورته الحالية. مسيرة الأمير خالد الفيصل حافلة بالإنجازات الثقافية، حيث يملك العديد من الدواوين الشعرية والقصائد التي ألقاها بنفسه في أمسيات شعرية كثيرة، وتغنى ببعضها فنانون كبار من العالم العربي. هذا الاهتمام لم يقتصر على الأدب والثقافة، بل امتد إلى الفكر والفن والتراث، حيث ساهم في إثراء النشاطات الثقافية والتراثية إبان إمارته لمنطقة عسير، حتى أصبحت مقصدا لتلك النشاطات. الفيصل الذي تخرج من كلية العلوم السياسية والاقتصادية في جامعة أكسفورد البريطانية سجلت باسمه مشاريع ثقافية عربية وعالمية بصفته الراعي لها، كإشرافه ورئاسته لجائزة الملك فيصل العالمية ومؤسسة الفكر العربي وغيرهما. الفيصل الذي تجاوز العقد السادس من العمر، ورغم كل هذا الوهج الثقافي الذي اكتسبه، إلا أنه يشعر بضرورة المضيء قدما في الازدياد منه، كما يعبر في قصائده التي كتبها في آخر عقدين وجمعت في كتاب للكاتب عبد الله بن صالح العميل، ولعل من أبرز تلك القصائد: مرت الستين والشايب طفل تو يدرس في كتاتيب الحياة، مرت الستين ما زال الجهل كل ما جيت أستره يكشف غطاه،